أغزو الشهداء وشوف قديش من أم موجوعة، قديش من أبو موجوع، قديش من عائلة شت. أغزو الجرحى اللي قاعدين يعانيوا في برشا زادة، رغم أن الجرحى معناتها يلزم برشا دواء، يلزم يتعالجوا. أغزو اللي جابوكم الحرية، خاطر بلاش بيهم راكم بلغة أخرى، بلاش العباد الزواولة اللي خرجوا واللي عايتوا واللي حبوا على الحرية وعلى الكرامة وعلى الشغل، بلاش بيهم انتم عندكم من توصلوا وراهو. حسوا بيهم، حسوا بيهم. انا تضبط الفنسي في الحياة، كنت في عدسان قصبة 2 من الفن تغوى في الليل. الفن 5 صارت خارج العبد الكل قدام الداخلية. الفن 6 رجعنا زادة كيف كيف، صارت برشا معناتها سير عابين الحاكم والعباد وكل شيء. جيتي معناتها موجود وبغمي العباد المقدمين القدام، فهمتني؟ بعد ما ريت معناتها العباد الميتة وريت العباد المجروحة، قلبي معناتها مات كومبليتمون. وريت معناتها شي فريمون، خاطر الشيء اللي ريتو سي انكرويابل، حاجة توجع القلب. كنت بحذا الصامبا هيكي تاع ابو خلدون، والجيش ضرب ضرب الكرتوش الفوق، قالنا افصح معناتها ابعدوا. انا بعد قعدت نجري وضربت في جنب سفارة فرنسا. وقت اللي ضربت نسمع معناتها ثم شكون يعيط، معناتها الدنيا وقتها فرغت ونسمع ثم شكون يعيط. وقتها داير الدوله ثم شكون يعيط بحث السكه الموجوده غير. انا على دورتي وعملت خطوتين، نشوف فيه واحد مضروب في رجله. انا دورت مشيت خطوتين وهو عمل هيك مرة أخرى، معناتها ضربوه بكرتوشة أخرى كملوا قتلوه. غزرت قدامي نشوف نلقى خمسة حاكم بالكاجون بتاعهم، معناتها كل شيء، وزوز في الإيطاج دول قدام في البنية اللي في الكوان بالضبط قبل اثنين، فهمتني؟ بالفجر ما عادش نعرف شنو نعمل، لم نجم نقتل دول حتى شيء. قعدت واقف وهزيت سوابع وقعدت نشاهد وقتها صغير، خاطر غزرت من هنا من هنا فما حتى حد، يا كو موا وفما سبعة معناتها حاكم قدامي. سلمت أمري ربي وحسيت وقتها، حسيت شنو مسني من هنا اللي تي معناتها كان شافني معناتها يعني أنا واقف كيكة قدامهم، مسني من هنا. أنا على دورة راسي وهي جاتني هكا معناتها كامل دورت شراي كانت هنا. هذيك منين دخلت الكرتوش؟ منين دخلت الكرتوش؟ إي فهمتني، وخرجتلي من هنا من التالي. من ظهرك؟ اي من ظهري قد ما تيأكلني. معناها التراجيكتوار متاع الكرتوشة كانت من فوق اللوطة. اي فوق اللوطة. هو دوب محل الشباك، دوب محل وعمل الكاب، انا جاتني كرتوشة نغزلها من خطر بعد عليه نشوف شو محل الشباك من فوق. يتجلو محل اللوحة متاع الشباك وغزلت الكاب. يتجلو الفين؟ يتجلو في الشوكة بالضبط بعد تونزيانا. واش لما بنيا وبعد دول فما قناصه غادي متمركزين معناها كان من عادش من كان كيلعب كيل اخرين معناتها كيل حاكم موجود لوطا بلي كاكوت من جماعه واحد التدخل قلت تحط نتيح على مسكين الله يرحمه الطفل اللي مسني من هنا كيف كيف ضربوا كرتوشه في راسه كي تحط عليه الدم الكل جاي عليا كنت مفجوع حاس بوجيع ما عادش نسمع حتى شيء في الماء وحاس لهنا جست حرقه وكا ما عملش بروحي مضروب من تالي كل شيء شو اسمه الطفل اللي استشهد؟ ما نعرف حتى حد انا وقتها فهمتني. قعدت مطيش هكاك وبعد قمت، وقت اللي قمت حسيت بدوخ، تخبيت ورا شجره، نلقى شجره في جنبي ما عملت هكا وتخبيت وراها. انا متخبي هكاك وثم كان موتى بحذايا جو انا اللي بحذايا برك يمشي ثمانية اللي دايرين بيا معناتها ميتين بحذا المونوبري معناتها بحذايا هذيك. قعدت معناتها نحس بدوخة وكل شيء نضرب روحي بالعاني على الشجرة مش نعاود نفيق نضرب في ضربتي على الشجرة مش نفيق ونعيط نشوف العباد بعد عليا برشا ماشي ما يسمعونيش وأنا كيكة حبيت نتحرك الشجرة ولات هكا تعمل معناتها كرتوش في وسط الشجرة عملت ساعة غير ربع ونطيش من بعد قص شوية كرتوش طلع قعدت نمشي شوية كي على كيبي طلعت فوق البطحة متاع المونوبري واتكيت انا اتكيت الكا وقتها شفت الدم ها بتعرف روحي من فوق من تالي زدت وقتها صاي ما عادش نجم نرعش ومش نموت وما ثم حتى امل ما ثم حتى حد كا
سلمت يدي ربي وخدت الشهادة، خممت في دارنا، خممت في كل شيء، غمضنا عينيا وسي معناتها ما عادش فيها. سيتي معناتها حاجة عمري ما ننساها بالنسبة. عمرك شي كنت تتصور انه بعد 14 جون في بوليس يكون عنده القدرة انه يتيري كرتوش حي على متظاهر؟ بعد 14 جون بعد ما فصع بعد ما فصع بداني انا كنت نتصور يعمل اي حاجة. علاش؟ ما كنتش نتصور من الحاكم، ما كنت نتصور من العباد اللي هو مربيهم اللي يقولوا عليهم مع تولد تجيبه ليش بس كل شدينا واحد نحن قبل ما نضربه قبل ما تضربينا معناتها شدينا واحد نقواه معناتها يقانس معناتها بحد الدورة هذيك الصنبة ثم فيتر معناتها فيترينا يتحل الباب كي يقول شيء يحل الباب يضرب وبعد يدخل داخل فهمتني يعني كيكا معناتها شفناه نحن واقفين شفناه قاعد نضرب فيه بالحجر بعد ما ضربناه شديناه وهزيناه للجيش ضربناه الساعة وهزيناه للجيش وسبحان الله نحن نضرب فيه ويقول بابا الزين وميلي معناتها افهم اللي هو انسان معناتها مربي كوشي على ليلى بن علي وزين العظيم بن علي اما كريت بعد كيفاش يقف في العباد كريت بعينيا وقتها في المواجهات الموجودة في بين 24 و 26 فبراير وقتها عرفت اللي على شنو قادمين نحن كي نشوفوا معناتها كي نقف قدام الحاكم في المدرجات معروفه ثم كرتوش مش يجي وكل شيء وش نعملوا معناتها برشا استشهدوا وكلهم مضروبين في رقبتهم في صدرهم لهنا معناتها مضروبين ضرب متاع موت يحب يقتلهم كهو انا ديجا معناتها برشا نجي نهزهم يضربوهم كرتوشة اخرى معناتها يلزمهم يقتلوا معناتها ما عندهمش قلب يتيح انسان يلزمه يتضرب مرة اخرى يلزمه يموت انا بالرسمي كان من ما نقضتنيش الشجرة اللي ميت وكان ما نقضنيش الاخر وقت اللي انا متكي معناتها قدام مونوبلي طلع العساس وضربني بكف وقت اللي شافني انا صحيح معناتها ضغطه مش يموت وضربني بكف فيقني من جديد وقعد يجري بيا كيف ما نقولوا 300 متر كيف يجري بيا وحده لقى واحدة متاع الجيش وقتها هزتني لقطة ميتين والطبيب بتاع الميليتير معناتها اللي مش عمل العمليه قال لي ولدي انت بطل من هنا حتى نبدا نعمل لك البنج وقعد شاهد وكا اذكر الشهاده طول انا نسمى مانيش معناتها مش كيما العباد الاخرين معناتها ثم برشا اقوى مني معناتها برشا مضروبين معناتها مضروبين اكثر مني مي كومان صحيح ضربتي اثرت على يدي وانا جوشي وانا عندي شهاده تكنيسيان في الجعبه تاع بترول والغاز كنت نخدم بطلت قبل بشهرين من الثوره على اساس باش نحضر اوراقي ونطلع للصحراء وكل شيء الى سي باسي من بعد ضربت توا ما عادش عندي هاد شيء صرفنا الفاميز هذا كيف كيف ولا ما احكيلكش ما عادش نجم نوصفو بطلت المساج نتاعي بطلت الدواء قاعد على ربي وكهو وجائع ودي دولور ومتحملين قاعد نشوف في الحكومة في المجلس التأسيسي مهمشينا كومبليتمون رغم اللي كان مش شهدائنا وكان مش دمنا وكل شيء ما وصلوش انهم يعملوا هكا انا مشيت بيرسونالمون برشا مع رؤساء قوائم وكل شيء في احزاب وقت اللي يعملوا الحملة الانتخابية بعد ما يكملوا يعملوا بعد ما يكملوا يعملوا اجتماع بتاعهم نطلع يلا نمشي نحكي معهم وينكم انتم بالنسبه للمجروحين وشهداء بتاع الثوره